بنتكلم على يعني صناعة بدأت من أكتر من 150-200 سنة في مصر، مش كده؟ وبعدين في الأربعينات كانت حققت تقدم كبير قوي ونجاح كبير قوي في مصر. ثم خلال السنين اللي فاتت يعني تعرضت لمشكلة. بصدد خطة طموحة جدا جدا للغزل والنسيج، احنا كنا اعلنا عنها، وفي مصانع المحلة الكبرى لن نتخلى على ان احنا نعيد للمحلة مكانتها اللي تستحقها، بس بشرط المكانة دي ما بتتحققش بالدولة فقط، لا، بينا كلنا.